السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم مشاهدينا الكرام موضوع مهم للغاية يجب أن يطرح ويسلط الضوء عليه، وهو مبادرة جديدة حقيقة من عشائر في شمال محافظة البصرة. وقعوا على وثيقة شرف للحد من النزاعات العشائرية، وطالبوا أيضا بإنهاء ما تعرف بالدقة العشائرية في المحافظة. اليوم نربط الموضوع بفوضى السلاح وانتشار هذا السلاح بين كثير من العشائر العراقية، امتلاكها لهذا السلاح، وأيضا الميليشيات وفوضى الميليشيات وما الذي تسببه الميليشيات من إرهاب وخطر في المجتمع العراقي. إذا أن تخرج مبادرة في هذا التوقيت من العشائر العراقية هو أمر يحمد حقيقة، وأمر يساعد على تخفيف التوتر الحاصل الآن بين العشائر العراقية، وربما هذا الموضوع يدفعها إلى التركيز على مساعدة أبناء الوطن في الخلاص من حكومات ما بعد الاحتلال، خاصة وأن العراقيين طالبوا ولا يزالون بدعم العشائر العراقية لهم في ثورتهم بالمساندة بالدعم من أجل الخلاص من هذه الأحزاب والدفاع عن العراقيين ضد هذه الميليشيات. خلونا نشوف أولاً هذا البيان من عشائر شمال محافظة البصرة اللي ألقوه، واللي حقيقة يعني شيء إيجابي جيد جدا أنه نشوفها اليوم في العراق في ظل كل هذه الدماء التي نراها وكل هذه الفوضى وكل هذا العنف الذي نراه يوميا في العراق. خلينا نشوف. هذا ورجال دين وزعماء عشائر شمال البصرة بعد التوكل على الله تعالى والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الأطهار، قد اتفقت كلمتنا اليوم على أبرام هذه الوثيقة في ديوان الشيخ إشكال طالب الشاوي الملزمة لنا ولمن يتبعنا من أبناء عشائرنا، حرصا منا على تكريس قيم المحبة والوئام والسلم المجتمعي. وقعنا على النقاط التالية: أولا، العمل على إشاعة روح المحبة والوئام بين أبناء المجتمع. ثانيا، نرفض رفضا قاطعا الدقة العشائرية المتسببة بأضرار على المجتمع. ثالثا، اعتماد مبدأ الحوار حلا وحيدا لمعالجة المشاكل بين العشائر، وعدم الحوار اللجوء لصراع لغة السلاح. رابعا، الوقوف بحزم ومواجهة أي خطر ونهج وممارسة تحرض على إشاعة العنف والكراهية بين أبناء المجتمع. ونعلن براءتنا الكاملة من الأشخاص الذين يثبت تورطهم بمتاجرة المخدرات وهتكا لأعراض الناس. استمعت المشاهدين الكرام إلى هذا البيان، وهذا الحديث جاء في وقت مهم يشهد فيه العراق اليوم فوضى كبيرة، فوضى سلاح وانتشار للميليشيات وصراعات عشائرية كثيرة في وسط وجنوب العراق، أودت بحياة الكثير من العراقيين، أبرياء منهم ومنهم من كانوا ضمن العشائر من تورطوا في حمل السلاح. موضوع حقيقة يجب أن نسلط الضوء عليه اليوم وناخذ رأيكم بالموضوع. هل ترون هذه الخطوة خطوة جيدة؟ برأيكم شنو دور العشائر في العراق اليوم، أو شنو المفروض أن يكون دور العشائر اليوم في العراق؟ وموضوع أيضا انتشار الميليشيات، ألا يفترض بالعشائر اليوم أن تكون مساندة للعراقيين باعتبارها هي عماد هذا البلد وهي من أسس المجتمع العراقي، أن تدعم العراقيين في ثورتهم ضد الظلم، أن تدعم العراقيين في الوقوف أمام هذه الميليشيات والأحزاب والدولة القمعية التي تستخدم فقط لغة الدم ولغة الحديد والنار في التعامل مع العراقيين الذين يخرجون للمطالبة بحق مشروع؟ ألا يفترض أن يكون هذا هو أصلا أساس دور العشائر العراقية منذ البداية؟ لماذا تحول دور العشائر اليوم إلى ما نراه من نزاعات، من امتلاك لأسلحة متوسطة، بعض العشائر لديها حتى أسلحة ثقيلة لإطلاق النار، للنزاعات العشائرية التي قتلت الكثيرين، أودت بحياة كثير من الأبرياء بسبب مواضيع حقيقة يراها المجتمع العراقي بأنها مواضيع بسيطة، ويعني إذا صح التعبير تافهة، أنه هي تحدث في العراق وتحدث بين عشائر لها اسمها ولها سمعتها. هل تعتقدون أن اليوم هذه المبادرة قد تجر وراءها
عشائر أخرى للمشاركة بها لإيقاف لغة الدم والعنف المستخدم، وموضوع الدقة العشائرية اللي حقيقة دمر كثير من العوائل العراقية بسبب يعني بها نوع من التبلي أصلا في كثير من الحالات، أنه يتوقف هذا الموضوع ويتوجه دعم العشائر وتركيزهم على إيقاف العنف المستخدم من قبل الميليشيات ضد العراقيين. يعني بالحديث عن الميليشيات، وكالة فرانس بريس قالت أن ميليشيا ربع الله استعرضت قوتها في شوارع بغداد أمام أنظار الأجهزة الأمنية التي لم تعمل على منعها. لما نسمع هذا الكلام، مو المفروض أن العشائر العراقية اليوم تنظر إلى الوضع الأمني في العراق بأنه وضع منهار، وأن الأجهزة الأمنية فاشلة في التعامل مع الميليشيات، وبالتالي يجب أن يكون لها دور في تأمين المتظاهرين، في حماية المدنيين بشكل عام، في إيقاف الميليشيات من إرهاب الناس، من إرهاب الدولة، من إرهاب المواطنين، من الذعر اللي تنشر اليوم بين العراقيين بسبب حملها للسلاح. طبعا تضيف الوكالة أن ميليشيا ربع الله بررت استعراضها العسكري وتهديداتها لمصطفى الكاظمي وحكومته بوجود خلاف بين الأحزاب السياسية بشأن إقرار الموازنة، لكن الهدف الأساس كان هو استعراض قوتها قبل الانتخابات. أوضحت الوكالة أن ميليشيا ربع الله واجهة لميليشيا حزب الله، غير أن الاسم وهمي يسمح لها بانتقاد السلطات مع تفادي الرد، مبينة أن الاستعراض جاء بعد إعلان الحكومة عن بدء حوار استراتيجي جديد مع واشنطن. كان هذا هو الهدف من وراء الاستعراض الذي حدث يوم الخميس الماضي. نستقبل اتصالات. ويانا السيد أبو زينب من المثنى، تفضل. السلام عليكم أستاذنا العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل يومين اتصلت فيكم شاركي، نعم، وناشدتكم على تعيين، ما حصلتوا لي تعيين. والله يا ابو يونس الموضوع مو بايدنا، يعني مو احنا اللي نلقى لك تعيين، لكن احنا بدنا ننقل صوت حضرتك الى الجهات المسؤولة عن طريق قناتكم. نعم. طيب ابو زينب، اريد افهم منك انه ليش تعيينك متاخر؟ شنو المشكله اللي دا تواجهك اليوم؟ استاذ محمد الله يخليك، يعني انت ما حاضر بالعراق، ما جاي يشوف الوضعية. انت ابن البلد وانت موجود اليوم على الارض، واريد نسمع منك بشكل ادق. ما عندي واسطه. نعم. طيب جربت تفضل كمل. جربت شنو؟ انا بدي اسالك، جربت تقدم بالطريقه الرسميه للوظيفه، للحصول على وظيفه، ويجيك الرد بأنه أنت لازم يكون عندك واسطة؟ لو شنو الردود الحكومية اللي تجيك بخصوص موضوع التعيين؟ والله الفلوس اللي ذبيتها على الاستنساخات، رواي لو فاتع بها مشروع كان استرزقت من عنده وعشت الحمد لله. نعم. زين، بس استنسخ وتقدر بالإنترنت وكل شو لا وادك لا واد. نعم. سيد أبو زينب، إحنا نكرر مرة أخرى يعني هذا الصوت، صوت حضرتك، انه يطلع ويوصل، لعل وعسى يوصل للجهات المسؤوله. يعني هذا دورنا حقيقه بالنسبه لنا كقناه فضائيه، لكن موضوع تعيينك من عدمه، المفروض على الدوله ان توفر لك هذا الشيء. المفروض هي تعين الشباب العراقيين اليوم، بدل ما نشوف ملفاتهم من دي يقدمون على وظائف ترمى في النفايات. المفروض انت اولى كابن البلد انه تحصل على وظيفه. انا اشكرك يا ابو زينب من المثنى. أدنى أبو يونس من الموصل، تفضل. السيد أبو يونس من الموصل، هلا، تفضل، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أبو يونس. هذا العشائر استاذي، نعم، هذه عشائر، هذه كلها ميليشيات ايرانيه تريد تدمج العشائر الاصليه. ما يصير نقول كلهم يا ابو يونس، ما يصير، لغه التعميم مو صحيحه. ما نقول كلهم احنا، لا ما نقول كلهم، نعم، هذول جو نزلوا جابوهم نزلوهم، وشلون ذول البارحه سووا استحراب. هل استعرض أكون مخليله إذا وزير الدفاع استورد 100 سيارة؟ طيب إذا استورد 100 سيارة وزير الدفاع
هم يستوردون 200 سيارة. هذول كلهم كانوا مخلينها ببيوتها، كلها هذه حماية نور المالكي. هذه كلها حماية مع نور المالكي. طيب أنت شنو رأيك اليوم، يا سيد أبو يونس بالمبادرة اللي طلعت من شيوخ شمال محافظة البصرة بهذه الوثيقة، وثيقة الشرف للاتفاق بينهم على إيقاف موضوع الدقة العشائرية وإيقاف استخدام السلاح من أجل الحوار، خلينا نقول اليوم يدعون إلى الحوار بشكل إنساني حضاري سلمي، شنو رأيك بهذا الكلام؟ هو السؤال، هذا السؤال، هذه نصها إيران متواجدة بالبصرة. طيب نعم. هذه ايران متواجده، يريد يطلعون اشراف ذولا على العقل، على العقل ما يطلعون ذولا، ابوهم مجدهم البصره. واحنا وراهم على الموصل، ذولا ساعدنا والرمادي تكريت ودياله. ما يطلعون ذولا على العقل، يظلون هذه بصرتهم. نعم. هذول بصرتهم، مو مثل ما استعرضوا بالسيارات. هذا السيارات اذا وزير الدفاع استعرض من له 100 سياره هم ياخذون 200. كل من مخلي له سيارة قدام بابه، لو ضقت عليهم كل من ركبها وطلع بقيات العراق. طيب أنا أشكرك يا أبو يونس من الموصل، عندنا سيد سعد من الكويت. يا أهلا بك أستاذ محمد، أولا أنا أؤيد مع توقيع وثيقة العشائر، جيد وممتازة 100% يا أستاذ. نعم. هذه فكرة جيدة وممتازة، ولكن باسم الدين كلون المافيا وعفريت من الجن، ويجب محاسبة منظومة الفساد الجزئي مثلا، وأيضا يا أستاذ تطهير جزئي للبلد. نعم. من تعطي الحشيش والقاتل اليمني الشمالي، وكذلك استثار السائق تحت تأثير المخدرات. نعم. السيارة، السائق السيارة لا يحترم مثلا الطريق، وهذا جزئي طبعا. نعم. والمقاول المستهتر الذي لا يضع شروط السلامة للعامل والعمال، الذي يكدح للقمة العيش. وآخر كلمة يا أستاذي، نتمنى من النواب البرلمان المحترمون المحترمين، ضعوا فرص عمل ولو بنصف راتب، وعلى المحافظ أن يفتح بابه للمراجعين وطلاب الحاجات. وتحياتي لكل البرنامج. شكرا جزيلا سيد سعد من الكويت. بالنسبة للنواب على موضوع التعيينات، 18 سنة بحكم أحزاب جاءت، أو خلينا نقول من 2005 حكومات ما بعد الاحتلال، ما وفرت فرص عمل للعراقيين. اليوم عندنا جيش من العاطلين عن العمل، مستويات الفقر بارتفاع في ظل أزمة النفط اللي شهدتها أو شهدها العراق وشهدها العالم طبعا، وجائحة كورونا اللي ضيقت أيضا على العراقيين، وموضوع خفض قيمة الدينار العراقي، كلها أمور تراكمت وسياسات خاطئة، بالإضافة إلى سرقة المال العام، إغلاق المصانع، محاربة المزارع، محاربة ما لدينا من ثروات، إن كانت حيوانية، إن كانت سمكية، إن كانت زراعية. العراق اليوم بلد فقط عايش أو يعيش على الاستيراد، على الاستهلاك، بلد مستهلك. وبالتالي اليوم الفرصة الوحيدة للعمل تكون يا أما بالأجهزة الأمنية، يا أما بالشركات النفطية، أو في بعض دوائر الدولة الحكومية. لكن كعمال أو موظفين في قطاعات منتجة لا يوجد في العراق، وهذا طبعا من المشاكل الكبيرة اللي خلقتها حكومات ما بعد الاحتلال. من عندنا؟ السيد رياض من بغداد، تفضل. رياض هلو، نصي صوت التلفزيون لو سمحت، تفضل يا رياض. يلا صار تفضل، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للعراق. نعم. ألو. أسمعك. ألو. أسمعك. بالنسبة للعراق، يعني أول الشعوب بالتعليم والحضارة وقفت على النخبة الأمنية، أول ما من جانب من الخارج وما يسمون بالمعارضة التخريبية. نعم. ألو تسمعني؟ أسمعك يا رياض. إيه تسمعني، من نجوا على ظهر الدبابات ما يتم المعارضة، هاي معارضة تخريبية إمبريالية صهيونية أمريكية، مخدرات إيرانية لتدمير البلد، لتدمير الشعوب.
طيب وبالنسبه بالنسبه لامر اتخاذ ايران ادوات لدولات الخليج العربي. طيب شنو رايك اليوم بهذه المبادره من بعض عشائر شمال محافظه البصره باتباع لغه الحوار واللغه السلميه بالتعامل وفض النزاعات والابتعاد عن موضوع الدقه العشائريه واستخدام السلاح لاثاره المشاكل بين العشائر؟ شلون تشوف هاي الخطوه اليوم؟ والله بالنسبه للعشائر نحن احترامات محتلتها الاحزاب، وكل من ناقش العقال قالاني قال كلها عشيره على بعض الساعات كل تدرس كذا. نعم. كلهم يعني كلها بروتين وهم حاضرين للشعب، هم يعني دوله من انفلات الامن ومن انفلات السلاح زياده الى هاي زياده حالا. تتوقع انه اليوم يعني لازم يكون دور العشائر هو مسانده مع شراوات للسامعين أدلكم الله، إذا تاهت الغنم يعني راعيها ما موجود. طيب رياض، تتوقع اليوم دور أو دور تتوقع اليوم دور العشائر في العراق يجب أن يكون مع الشعب أو الاستمرار باللي دي يصير اليوم مثل ما تقول أنت تتهم بعض من العشائر العراقية بأن هي منقادة من قبل الأحزاب؟ أسماء وهمية هم للأحزاب. لا احتراماتي لك، هم اهل الاحزاب، هم دمروا البلد عني. جاء وقت تفلت المدارس، جاء وقت بيام النظام العراقي، بيام النظام العراقي السابق من النظام صدام حسين الله يرحمه، ولا حاجه يعني الاحترام المي الحين باع علينا، الكهرباء تنباع علينا، يعني بياخذ اقتصاد بيا يعني دوله فاشله مع احتراماتي، دوله فاشله، حكومه فاشله. نعم. كلهم معارضين وكلهم مدمرين، دمروا البلد. طيب انا اشكرك يا سيد رياض من بغداد، شكرا للمشاركه. لازلنا حقيقه ويعني ربما يكون هذا امر منطقي باعتبار انه اليوم هناك كثير من العشائر في العراق في وسط وجنوب العراق تحمل السلاح، وبسبب النزاعات اللي صارت بينهم يعني هناك الكثير من العراقيين لا يزالون ينتقدون كثير من العشائر الموجودة في العراق. ليش وصل وضع العشائر اليوم في العراق إلى هذه النقطة؟ أنه صارت اليوم محل انتقاد ومحل هجوم من قبل العراقيين. المفروض يعني كان يكون دورهم هو في حماية الناس، في الدفاع عن حقوق الناس المظلومة، في مساندة العراقيين البسطاء الفقراء اللي ما عندهم ظهر ولا عندهم سند، وهم يكون دورهم الدفاع عن هؤلاء الناس. ليش تحول دور العشائر اليوم أو بعض العشائر العراقية اليوم إلى أن تكون مثل ما تتهم من قبل البعض من المتصلين بأنه هي حزبية، هي اللي أسست ميليشيات، هي اللي رعت ميليشيات، هي اللي أسستها أحزاب؟ ليش اليوم صار وضع العشيرة في العراق أو القبائل في العراق أو العشائر بهذه الصورة بهذه الوضعية؟ من المستفيد من جر العشائر العراقية إلى هذه النقطة أنه هي تصبح اليوم محل انتقاد، تصبح محل هجوم من قبل كثير من العراقيين بسبب السياسات الخاطئة المتبعة منهم، بسبب حملهم للسلاح، بسبب إثارتهم للفوضى؟ طبعا نتكلم عن بعض العشائر، إثارتهم للفوضى والمشاكل على أسباب بسيطة جدا يعني حقيقة تثير النزاعات، تصل إلى أنه بعض القوات الحكومية أو الكثير من القوات الحكومية شاهدنا في البصرة ما تقدر تدخل إلى بعض المناطق اللي تشهد نزاعات مسلحة بين العشائر بسبب كثافة الرصاص، بسبب الأسلحة المستخدمة. طبعا هذا الموضوع لا يعني أنه هي أن القوات الأمنية أيضا يعني ما لها دور بهذا الموضوع، بالعكس هي فشلت في دورها بحماية الناس، فشلت في دورها بتأمين المناطق في العراق، بإيقاف انتشار السلاح، بحصره بيد الدولة مثل ما دعت حكومات ما بعد الاحتلال كلها تقريبا إلى موضوع حصر السلاح بيد الدولة. طبعا عندنا موضوع الميليشيات أيضا نكمل الحديث به مشاهدينا الكرام، وهو إقرار ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران بأن عناصرها هم الذين استعرضوا في العاصمة بغداد. يعني هناك جهات من الحشد الشعبي اللي لما طلع الحشد ينكر، لا هناك جهات حزب الله جزء أساس من الحشد الشعبي، ميليشيا موجودة لديها سلاح ولائية لإيران واعترفت أنها هي التي استعرضت. المتحدث باسم ميليشيا حزب الله أبو علي العسكري قال إن ما جرى في بغداد كان عبارة عن نقل قوات من الحشد التي يشرف على إدارتها
إلى أطراف العاصمة ضمن ما سماها بالمهام العسكرية اللي شفناه بيانات واستعراض بالسلاح والتجول في شوارع العاصمة بغداد. من عندنا السيد أبو سرمد من بابل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك العزيز؟ شلونك صحتك؟ الله يسلمك، حياك الله. يا حبيبي يا قلبي، ذولا مع احترامي للسامع والك بالذات، ذولا ناس خونة للوطن. ذولا من امه؟ ذولا الميليشيات والغيرهم، ذولا اللي اجونا الله ينتقم من عندهم بجاه الحبيب محمد والي محمد. نعم. يعني ناس تعبانين يا غاتي، ذولا ميليشيات وناس قاتلة الايران. نعم. اذا قاولت البارحه الاستعراض اللي سووه. نعم. ناس تعبانين، حتى الشيوخ ذولا الشيوخ ذولا اللي يبيع شيخ وهاي هو شيخ ان شاء الله. هم كلهم من الاحزاب ذولا. سيد ابو سرمد، اريد اسالك اليوم الانتقادات لجهات كثيره، لكن السؤال العتب على منو يكون؟ العتب على السلطة اللي وعدت العراقيين بحياة آمنة وخالية من السلاح والميليشيات؟ لو واحد يجي يعتب مثلا على عشيرة، طيب هالعشيرة هاي شلون وصلها السلاح لولا الدولة فالته؟ هي السلطة فاشلة. نعم. هي السلطة فاشلة. نعم. يعني السلطة هي لو بيها خير وغاية كان سيطرت على الميليشيات وهاي وقضت عليهم. بس هم خونة، كلهم خونة دول، والله خونة. برأيك المفروض شنو يكون دور العشائر اليوم في العراق يا أبو سرمد؟ والله دور العشائر هم لو صحيح، دور العشائر الصحيح ماكو. نعم. وراح تجي انتخابات. نعم. إذا هم يحبون العراق ويريدون العراق ويريدون الوطن العراق، يعني عالي لا يخلون واحد من أبنائهم ينتخب دول الأحزاب الميليشياوية. نعم. زين، ينتخبون الناس الشرفاء ويخلون يقودون البلد بالأمان والاستقرار، والناس ترتاح من هالميليشيات هاي. سيد أبو سرمد، تتوقع هاي الانتخابات ولا دمرت البلد؟ تتوقع هاي الانتخابات عصابات هاي شنو؟ أبو سرمد تتوقع هاي الانتخابات حيشارك بيها النزيه الشريف؟ يقدر يشارك المرشح الشريف في وجود هاي الانتخابات مع هاي الأحزاب؟ والله أني أتمنى الناس الشرفاء العراقيين لأصالة ما ينتخبون أي واحد من الأحزاب، من كل الأحزاب. يعني عدم المشاركة بالانتخابات، يقودون البلد بالأمان والاستقرار، واحنا بلد يعني شعب واحد، احنا ماكو فرق، هذا شيعي وهذا سني وهذا كردي وهذا غير من قصدك عدم المشاركة. ماكو اشرف من العراق، ماكو احد من العراق. ابو سرمد قصدك من العراقيين. والله العظيم ما تطلع من العراقيين بكرمه. طيب. بشجاعته. خلي سالف ابو سرمد. ايش جابوا ولا هسه كلهم قالوا قياديين بعد، وين كانوا؟ أبو سرمد تسمعني؟ ليش جابوا القوات الأمريكية؟ هم جوا على الدبابات وسيرد حطبون العراق. طيب سيد أبو سرمد تسمعني؟ أبو سرمد تسمعني؟ تفضل. أنت حضرتك ده تسمعني لو لا؟ أسمعك. أعطينا فرصة حتى نتناقش يا أبو سرمد، حتى أريد أسألك لين كم سؤال. برأيك يعني موضوع فضل. مقاطعة الانتخابات هو الواجب اليوم بالعراق؟ الانتخابات لازم، قلت لك تجي ناس شرفاء يقودون. انت تتوقع اكو شرفاء يشاركون بهاي الانتخابات اليوم؟ ما ينتخبون اي واحد من الاحزاب. تتوقع يقدر الشريف يشارك بالانتخابات اليوم؟ ياهو، انت اليوم تتوقع يقدر المرشح الشريف الوطني القادر على او اللي يريد التغيير فعلا، اللي يريد بناء الدولة، تتوقع يقدر يكون موجود اليوم بالعراق في ظل وجود هاي الميليشيات وهاي الاحزاب اللي تقتل كل من يعارضها وتخفي كل من يخالفها التوجه؟ تتوقع المرشح الوطني يقدر اليوم يكون موجود بالعراق؟ احنا على الوضعية لا، ما يقدر على الوضعية هذا الميليشيات غير، ما حد يقدر. اذا موضوع مقاطعة الانتخابات برأيك هو الحل؟ والله الحل يعني الناس اللي يشوفون الانسان اللي بقائد للبلد انتخبونه.
واللي ما يقدر يخاف من الاحزاب لا ينتخب. انت شايف اكو واحد موجود اليوم ضمن هاي العمليه السياسيه بمجال انه يخدم البلد، يقدر يخدم البلد؟ ذولا هسه الموجودين؟ اي والله مع احترامي لك كلهم فاشلين. نعم. كنت مقدم برنامج واصيل وهاي ايش قد يطلعون على الفضائيات؟ كلهم يحكون بالوطنيه. اذا كلهم يحكون بالوطنيه العاد منو منو الحرامي؟ منو القاتل؟ العاد جاي من باقي العراق. نعم. من دمر العراق؟ انا الفقير اللي يطلع علي مثل ما يقول مصرف العائل في يا اخي والله دمروا العراق. نعم. والله يا قلبي دمروا العراق، والله ينتقم من عندهم، الله ينتقم من عندهم. انت كلهم طلعوا قياديين، هم لو بيهم خير وصدق قياديين ماكو. اي ما جابوا امريكا. اليوم هم اللي يقولون احنا مقاومين، اليوم احنا مقاومين للامريكان. الله يحفظ المقاومه اللي هم بيها. أنا أشكرك، أشكرك يا أبو سرمد من باب الشكر للمشاركة. يعني مثل ما استمعتوا إلى حديث السيد سرمد أبو سرمد من بابل، يدعو العشائر اليوم في العراق إلى أنه تحث أبنائها على عدم المشاركة بالانتخابات في ظل وجود هذه الأحزاب الفاسدة، في ظل وجود هذه الشخصيات الفاشلة كما وصفها. يقول له تريد العشائر فعلا تثبت وطنيتها وحبها لهذا البلد، تمنع أبنائها من انتخاب هؤلاء واختيار هؤلاء الفاسدين الفاشلين اللي حكموا العراق على مدى 18 عام. من عندنا؟ السيد أبو وطن من لندن، تفضل. ألو، السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لموضوع حلقة اليوم، نعم، خلينا نجاوب على السؤال الأساسي للبرنامج وبعدين ندخل بالتشعبات الأخرى اللي انطرحت من قبل المشاركين. تفضل. الرأي بالمبادرة اللي طرحوها رجال عشائر شمال البصرة. نعم. طبعا ماكو إنسان واعي وطني مخلص مثقف إذا ما يأيد هاي المبادرة. لأنها راح تحمي العراقيين، تحمي العراق. نعم. تحمي الدولة العراقية. الدولة العراقية مو اللي هذول اللي يمثلوها، هذول حشتام. نعم. الرعاة. الدولة العراقية بتاريخها. نعم. الكل يعني يأيد هاي المبادرة، بس الحكي إن هل يتم الالتزام بها؟ هذا يبقى التطبيق ننتظره. رحم الله عليك. التطبيق طبعا راح يصير حتى لو أكو ناس مخلصين وتريد تستمر بهذا التطبيق. نعم. الميليشيات والأحزاب الفاسدة ما راح تخلي، لأن تريد الوضع متوتر. السلاح لازم يكون منتشر بيد ابن العشيرة وبيد البسيط وبيد الميليشيا وبيد كذا، فوضى. نعم. الاستقرار مو من صالحهم ولا من صالح أسيادهم الإيرانيين. بهاي النقطة طبيعي. بهاي النقطة شنو لازم يكون إذن رد العشائر على هذا الموضوع؟ يعني أنت تقول اليوم أنه مطلب الفوضى هو مطلب ميليشياوي من الأحزاب المدعومة من إيران، هذا الموضوع حيخلي العشائر تواجه مشكلة اليوم. هنا رجل العشيرة، شيخ العشيرة راح يكون على المحك. نعم. يا أما يثبت وطنيته ورجولته وإخلاصه لبلده. نعم. وشعبه، وعلى الأقل الرجال عشيرته. يا أما لا، خلاص بعد ينفضح والتاريخ ما راح يرحم. نعم. أبدا ما راح يرحم، وعندنا تاريخنا ما شاء الله، تاريخ العراق من ثورة العشرين إلى يومك هذا، من القام بالثورات قاموا بها رجال العشائر. نعم. نعم. أما الآن للأسف أكو بعض رجال العشائر اللي يهتف للخزعلي ويهتف للمالكي. هذا شيخ عشيرة لو بقال. طيب برأيك حيتوسع هذا الموضوع، هذه المبادرة، تعتقد أنه اليوم بالعراق في ظل الظروف الموجودة حاليا والأوضاع، أنه ممكن هذه المبادرة تتوسع وتنتشر على مدى أوسع بين العشائر العراقية؟ لو ممكن تكون مبادرة من بعض العشائر، نعم، لكن في إطار ضيق. بالضبط، هي للأسف راح تكون بهالشكل، بهاي الصورة. ليش؟ شنو تفسيرك؟ شنو تفسيرك؟ لما راح ما راح يسمحوا له. هم خلينا نكون واقعيين، هم طيب. أقوى من العشيرة وأقوى من الدولة وأقوى من أجهزة الدولة، لأن أكو دولة جاي تساندهم وتحميهم. تقصد الميليشيات؟ طبعا.
الميليشيات والاحزاب. نعم. اما السؤال حضرتك ما لهم، ما هو الحل؟ هل نشارك في الانتخابات؟ هل رجل العشيره يدعو ابنائه للمشاركه بالانتخابات او كذا او كذا؟ نعم. هنا الانسان لازم يكون حذر. رحم الله والديك. شلون؟ بشرط اي بشرط ان تكون الانتخابات مراقبه عن طريق الامم المتحده، جامعه الدول العربيه أي. ودول عظمى. طبعا هنا راح يقول لك والله شنو راح تدول، راح تدعو الى تدخل بالشعب العراقي وتدعو الى انتهاك السياده العراقيه. يا سياده اذا فراش بالسفاره الايرانيه يتحكم بكم. يا سياده سيد ابو وطن، اليوم المرشح الوطني النزيه مثل ما سالت السيد ابو سرمد، شلون يقدر يضمن سلامته في العراق حتى يترشح في هذه الانتخابات ويشارك اذا فرق الموت والاغتيالات تنفذ عملياتها في مناطق مؤمنه من الدوله؟ حتى لو اكو اشراف اممي، الاشراف الاممي حيكون محصور على الانتخابات، لكن المرشح نفسه شلون يضمن يحافظ على حياته وحياه عائلته من الاغتيال او الخطف اذا اكو ميليشيات واكو سلاح؟ بالضبط. هنا ممكن مثلا تكتل يصير، تكتل المرشح هذا مو لوحده، اكو عنده انصار يحاول ينسق ويا رجال عشائر تحميه الى ان يوصل الى المطلوب من عنده. نعم. ما نقول احنا والله راح يكون عضو برلمان وراح يغير وراح كذا، لا مو بسهوله. امكانياتهم وين وامكانيات هاي الناس البسطة وين؟ طيب العفو، هنا انا اسال، هنا انا اريد اسال، احنا ليش دن نطرح فكره وكانه دريد نبني على الاساس الخطا الموضوع؟ اليوم المشكله بالعراق مو مشكله انه نشارك بانتخابات باشراف اممي، هي ايش حققت الامم المتحده للعراق وايش قدمت له؟ احنا نقول المفروض، هل المفروض نجري انتخابات بهذا الشكل ام يهدم الوضع ويعاد البناء من جديد على اسس صحيحه؟ ايهما الاصح يعني؟ المنطق المنطق يقول، انا قلت قبل هالمره مشاركه قبل هاي المشاركه، نعم، المنطق يقول ان ما بني على باطل فهو باطل. نعم. الحل الوحيد انه يكون اكو عصيان مدني شامل يشمل كل ارض العراق. نعم. زائدا مظاهرات تظاهرات تشمل كل المحافظات العراقيه. نعم. وايصال صوت العراق لكل دول العالم. نعم. من منظمات مجتمع مدني، من سياسيين، من صحفيين، من كل شرائح المجتمع السياسي والانساني والحقوقي. نعم. هنا هذا هو الحل الوحيد، لكن هل بالامكان هذا؟ مو احنا لازم نلقى حل. هنا حضرتك كلامك يعني على العين والراس. ما نقدر، العملية السياسية احنا اصلا ما مقتنعين بها لان هي عرجة. طيب ما اذا ما صح ان احنا ندخل انتخابات، ما انتخابات لما راح يصير التغيير. لكن اذا ما يصير تغيير شلون نبقى احنا على هذا الحال؟ يبقى شبابنا يقتل يوميا، يبقون هذول الناس خطية بالمخيمات. طيب انا سيد ابو وطن، انا اشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. يبقى هذا الموضوع حقيقة هو بالنهاية للناس، للعراقيين، للمواطنين اللي عايشين بهذا البلد ويشوفون ان هم يتقبلون انه يروحون يشاركون بهذه الانتخابات. العشائر تقبل انه تدفع ابنائها للمشاركة بهذه الانتخابات بغض النظر ان كان الهدف هو اختيار الوطني. من هو من الوطنيين موجود اليوم ضمن هذه العملية السياسية؟ هل يستطيع الوطني النزيه اليوم اللي يريد يرشح نفسه للانتخابات انه يكون وزير، أن يكون برلماني، أن يترشح لرئاسة الوزراء على سبيل المثال، هل يستطيع اليوم أن يتواجد بحرية دون أن يتعرض لمضايقات، دون أن يتعرض لاغتيال، لاختطاف من قبل الميليشيات في ظل الانهيار الأمني الواضح اليوم اللي يشهد العراق؟ عندنا السيد أبو علي من بابل، تفضل يا أبو علي. نعم شكرا، الله يسلمك، حياك الله. أنا بالنسبة لي عندي رأي بموضوع العشائر. نعم. أولا العشائر منظمة يعني مجتمع مدني. نعم. وما يقدر يقود دولة. الدولة مرتبطة بقانون، ماكو دولة بدون قانون. نعم. دولتنا الحالية دولة مبنية من احتلال. نعم. والاحتلال من الشرق ومن الغرب. نعم. فبالنسبة للعراق، بالنسبة للعراق حاليا بدون دولة. نعم. أما العشائر أو غيرها فهي ما تكون دولة. وحتى الولاءات اللي موجودة
بالوساطة وبالجنوب بالغربية وبالشمال وبكل المناطق هاي ولاءات خارجية. فإحنا حاليا بدون دولة. طيب دولة سيد أبو علي، إذا اليوم الأحزاب، إذا اليوم العشائر ما تقدر تبني دولة أو ما تقدر تسوي دولة، لكن مو تقدر تدعم اللي يريدون يسوون دولة؟ مو تقدر تدعم الشباب اليوم اللي موجودين بالشوارع دي يتظاهرون في سبيل الحصول على وطن وبناء دولة؟ أكيد إذا هم كانوا فعلا مو يعني مصالح مادية، يعني مصالح وطنية. أي إنسان وطني، أي إنسان وطني هو يقدر يبني دولة. برأيك هذا الكلام متاح اليوم للعراقيين أو للعشائر العراقية أنه تسوي؟ لا طبعا، أكو ضغوط وأكو مصالح، وبالنسبة للعراق الدولة تكون لما تكون أكو قيادات. العراق حاليا ما بي قيادات، لا قيادات سياسية ولا قيادات دينية، والدين والسياسة إذا انجمعوا قدرون أن يشكلون دولة، قدرون أن يشكلون دولة بها قانون. طيب اليوم الأحزاب الدينية إيش قدمت للعراقيين اليوم؟ كل شيء ما قدمت، بالعكس أخذت من العراقيين منطقتهم، هارت حضارتهم، هارت قانونهم، هارت الدولة اللي محمية حدودها، وأمطت للعملاء وزن أكثر من الناس الوطنيين. طيب فالعراق حاليا يراد لرجال وطنيين، قادة الجيش دائما بالعالم العربي الثورات يقودوها قادة الجيش. طيب حاليا قادة الجيش اللي عندنا كلهم ضعفاء، والخيرين منهم انقتلة واللي انطرد من العراق واللي كذا. فحاليا بالنسبة للعراق دولة بدون قيادة. أنا أشكرك سيد أبو علي من بابل، لكن هي تبقى نقطة ربما يختلف يعني حولها البعض، بأنه موضوع القيادة يجب أن تكون عسكرية أو مثلا يكون التغيير من قبل الجيش، ليس من الشرط أصلا أن يكون التغيير عن طريق المؤسسة العسكرية. دور الجيش هو حماية الحدود وتأمين البلد من الأعداء الخارجيين، وهناك دور لوزارة الداخلية في حماية البلد من الداخل وأجهزة أمنية أخرى. دور الأجهزة الأمنية إن كانت جيش أو غيرها هي معنية بتأمين الحدود وحماية البلد والسماء والأرض والمياه وحماية البشر طبعا الموجودين داخل هذه الأرض. أبناء البلد من أصحاب الكفاءات، من أصحاب الخبرات، من الوطنيين، هم الذين طبعا يستطيعون بناء العراق. طبعا مثل ما قلنا مشاهدينا الكرام انه ميليشيا حزب الله اقرت بانه هي اللي قامت بهذا الاستعراض في بغداد، وهم طبعا ما سموه استعراض، يعني ما يريدون يسموه استعراض، يسموه انتقال، يعني ينقلون قطاعاتهم، ولكن قطاعاتهم تمر من خلال العاصمه ويلقون بيانات ويحملون السلاح، والدوله طبعا مثل ما قالوا المسؤولين تعلم ولا تتحرك. عندنا اتصال السيد أبو ذياب من الأنبار، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. بخصوص العشائر والسلاح المنفلت مالته. تدري هذا السلاح الطلق اللي يضربوه قتل عالم، قد يستمنات، قد نسوان ترملك. يعني تدري هذا السلاح والطلق لو ضاربيه على الإيرانيين والأمريكان كان سمحوا السفارة الإيرانية والأمريكية وفرجوهم. بس الخاين يبقى خاين، دولة مو عشائر، دولة لو بيهم خير بدون تعميم. بدون تعميم يا أبو ذياب، بدون تعميم مو صحيح؟ نعم أستاذ العزيز، بدون تعميم، يعني لغة التعميم نعم أستاذ العزيز. نعم تفضل. بس أستاذ هذا الشيء حرام، يعني تنقة النفس حرام، قتل النفس ميجوز. يعني 24 ساعة يضربون بالسلاح خبضين الناس. برأيك شنو لازم يكون اليوم دور العشائر العراقية؟ الله يثوبك أستاذي، تفضل. العشائر هم أهل الجنوب تاج على الرأس. وهم ثورة 20 سووا بالبريطانيين
دمروا البريطانيين دمار. نعم. صحيح الثورة ما انتصرت، بس تبقى ثورة العشرين هي أصلها للجنوب. انتصرت. تبقى شوكة براس البريطانيين. نعم. والميليشيات والله مدوم لهم، الميليشيات جوعوا نعم. أهل الجنوب، قتلوا أهل الجنوب، أهل الجنوب انطوا دم. أنا ما علي هاي بالذيول اللي تسيب من أهل الجنوب، أهل الجنوب أهل نخوة، أهل كرامة، نعم. وأنا معاشرهم، ومن صارت الهجة صاروا عندي أصدقاء منهم بالابتدائية وعاشرتهم. ذولا اللي يسبون ذولا تابعين ميليشيات ولائية لإيران. برأيك دور العشائر اليوم شلون لازم يكون يا أبو ذياب؟ لازم دور العشائر لازم يوقفون يثور التشرين. نعم. ولازم يقفون ضد الحكومة ويطلعون المحتقلين من أهل الجنوب. نعم. ولازم يحاسبون الميليشيات. بس مين يقدرون؟ أنا أقول لك استاذي مين يقدرون؟ ليش؟ أنا أقول لك مين يقدرون؟ لأن هم أطنية الحكومة. هم نرجع ونقول مو كلهم. لا استاذي يعني مو كلهم، بس قصدي أقول لك أكو منهم، أكو منهم يعني مو كلهم يعني نصهم. احنا ما نقدر نحدد نسب، ما نقدر نحدد نسب ايش قد بالمية وذولا ربع لو نص، لكن يعني لكن انا اريد اسال اذا اليوم اذا اليوم شفنا مبادره من عشائر شمال محافظه البصره بايقاف موضوع نعم الدقه العشائريه والضرر اللي سببته للعراقيين، بايقاف استخدام السلاح. انا صراحه حيل بهذا الشيء. نعم. بايقاف استخدام السلاح لحل المشاكل، انه يكون المشكله تنحل بلغه الحوار. طيب هذه المبادرة تتوقع ممكن تنتشر اليوم بالعراق؟ والله استاذي اذا تكتف السلاح المنفلت والله افرح حيله، واتمنى من الله سبحانه وتعالى العشائر يحلوها بين راسهم ويشدون موضوع السلاح المنفلت. نعم باذن الله سبحانه وتعالى. وشكرا لك استاذ. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سيد ابو ذياب من الانبار. موضوع الدقة العشائرية حقيقة سببت مشاكل كثيرة لكثير من العراقيين، صارت يعني شلون حجة لبعض العشائر حتى تجني أموال عن طريق مثلا أبنائها، أبناء بعض العشائر اللي يتبلون عالم أو يسببون مشكلة معينة وتحدث هناك هاي الدقة العشائرية أو الفصل أو غيره. حتى وصل الموضوع بالعراق أنه صاروا أكو بعض من ربما شيوخ عشائر أو قادة ميليشيات أو غيرها يصيرون يفضون الدقات ويفضون الفصول ويأخذون أجر مقابل هذا الموضوع. يعني الموضوع أصبح تجارة اليوم بالعراق، هذه القضية. نأخذ علي من أربيل ونكمل الكلام. علي تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شلونك حبيبي؟ الله يسلمك، حياك الله. ولو هستون والله فتحت البرنامج واستمعت شوية. أيه؟ ما ادري بالضبط الموضوع عليش، بس الصور على العشائر والشغلات هاي اليوم. خل اقول لك سريعا لعد حتى تكون بالصوره اليوم. نعم. بعض العشائر من شمال محافظه البصره طلعوا ببيان. نعم. قالوا احنا وقعنا اليوم على وثيقه شرف بيناتنا واتفقنا انه نوقف الدقه العشائريه، وبعد ممنوع استخدام السلاح لحل المشاكل، اذا عندنا مشكله نحلها بالحوار الودي السلمي. شنو رايك بهذه المبادره؟ وش مبادرة وعراس هاي؟ هم اصلا العشائر. نعم. احنا اذا العراق هو كله من شماله الى جنوبه كله اصلا من العشائر، هو شعب عشائر احنا كله. يعني تسال عليه مثلا انا من بيت الجار. نعم. لكن من بيت انواع يعني. نعم. بس نعم. اخي المشكله الميليشيات والاحزاب بس الموجوده تحاول تفرق بين الشعب العراقي كعام. نعم. تسوي مشاكل بين هذا قاتل هذا بايك هذا مسلم هذا. نعم. هسه اجيب لك مثال بسيط. اي شوف انا واحد منهم كمعوق حرب ايران. نعم. راتبي 460,000. نعم. اسال على راتب المعوق اللي وين حشد كود الموالي في ايران. شوف ايش قد راتبه وباوع الراتب مال مع العلم العوق مالي 65%. الله يشافيك. الله يخليك. المهم. نعم. أنا شنو قصدي؟ هذول الميليشيات أصلاً جايبينهم محل حتى يذلون الشعب العراقي. نعم. أهم شيء بس أثرهم هذول الشاكوا بحرب إيران.
حارب إيران شلون كودن إحنا حاربناهم ووزيدك من بير شعر همينة. يعني أنا أفتخر إنه شاركت بحرب إيران الحمد لله هسه حتى لو كنت ولاهم ما دير بال ليه ما قصرت فيهم دافعت عن وطني الحمد لله والشكر ما قصرت شلون ما كان أنا ما نشغل بالقيادة من يقود من ما يقود المهم هذا وطني وأنا دافعت عنه هسه يحاولون يذلونا يعني يخلونا محتاجين يخلونا عيننا على إيديهم يقولنا كان فلس والله شنو انتخبنا والله ما انتخبك لو طير لو طير لأن عفوك التشنو سيد علي من أربيل أنا أشكرك الوقت انتهى وقت البرنامج انتهى أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة عندنا رسالة من حسام يقول السلام عليكم الميليشيات أكبر جبناء لأن من شافوا العراقيين مو الحكومة العراقيين قبوا عليهم قالوا إحنا بس نقلنا القطاعات اسمعوا وافتهموا يا عراقيين الحكومة طبعا شو تقول سريعا بس نقرأ هذا الخبر لجنة الأمن والدفاع لجنة الأمن والدفاع البرلمانية نفت علمها بقيام إحدى الميليشيات بإجراء استعراض مسلح في بغداد يعني هم نرجع نسأل أنه لو طاب جهات مثلا تنظيمات إرهابية داعش وغيرها ولا هي الميليشيات هم ما تختلف عنهم هم إرهابية لكن لو طابت هاي التنظيمات شلون حيكون رد فعل الحكومة وين أجهزتها الأمنية نايمة لجنة الأمن والدفاع ما تعرف أنه أكو استعراض اليوم ببغداد والحكومة كلها ما تدري انه كان اكو استعراض ببغداد من خلص الاستعراض يلا نزلوا للشوارع احنا وصلنا ختام حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا الكرام اشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعه والى اللقاء